سلام خوتي، سلام خواتاتي، كي داير؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا لاباس. انا راني شويه ماشي بزاف. بصراحه شت البارح العشيه ديال البارح. المهم اتصلت بيا واحد صديقه ديالي، بصراحه عزيزه عليا، اتصلت بيا من البلاد وعندها ثلاثه الوليدات، عندها جوج بنيات ولد. المهم الكبير في ولادها عنده يمكن 10 سنين، ولادها باقيين صغار. المشكل دابا راه 13 عام، وهي مجوجة مع راجلها 13 عام. داك النهار انا في واحد الفيديو كنهضر كنقول واه العيالات خصهم يتهلاو في رجالتهم وخصهم يديروا وخصهم يديروا، ولكن تصدمت البارح. انا والله العظيم تصدمت، يعني الليل كامل ما نعستش. سمعت هذيك الصديقه ديالي وهي كتعاود لي باللي الراجل ديالها يعني من بعد ما كان ما فحالهمش، من بعد ما وقفت معاه ووقفته على رجلي ودرت اكثر من مجهود يعني باش وقف على رجلي ولقى خدمه وخدم، وكنت كتجيب من دار والديها وكتعطي له. اش نقول لكم؟ يعني دابا اللي هو يترسم في خدمته وعنده وليدات محتاجين وداكشي، هو عاد بانت له باللي يخرج للزنقه، عاد بانت له باللي وحده اخرى يشوف فيها. يعني البارح كتتصل بيا وكتقول لي بلي راه اختي عرفتي راني كنطلق مع راجلي، من حيث راجلي راه قال لي اما تعطيني ورقه بلي نزيد المره الثانيه ولا خرجي الله يعاونك. والسيده راه داها مني كانت كتقرا، وكانت كتقرا مزيان وحبسها من الخدمه دي من القرايه ديالها، ما خلاش كملت قرايتها. انا دابا راه كنهضر معكم والريق كاين شويه في حلقي من حيث تعصبت مزيان من البارح. اليوم راني ماشي مزيانه على حسابها والله، يعني بقات فيا بزاف بزاف داك النهار وانا في واحد الفيديو كنقول للعيالات بلي تهلاو في رجالتكم وراه من رجال وراه من رجال. ولكن شوف تصدمت انا البارح لما اتصلت بيا وقالت لي بلي راه كنطلق من بعد ما كان محتاجها، وكان هذا كانت وي كانت بنت الناس وهذا. يعني علاش الرجال كينكروا الخير هكا؟ علاش الرجل مني كيلقى راسو ولا لاباس شويه ولا لقى الخدمه ترسم في خدمه كيتخلص على ولادو، فتح مكازا يعني دار مكازا ديال البياس ديال الطوموبيلات واش داكشي دار. يعني علاش الواحد مني كيولي لاباس عليه كيفكر اول حاجه يفكر فيها كيفكر في مرا اخرى؟ المهم انا بصراحه داك النهار راني ضد، ماشي ضد، راني كنهضر مع العيالات غير باش يحتفظوا على رجالتهم. ولكن ها الشكل بحال هكا ديال الرجال اللي كيخليو العيالات يملوا الحياه الزوجيه. يعني علاش بنت له وحده اخرى؟ علاش اليوم من حيت دار الفلوس، من حيت دار الطوموبيل، من حيت دار بزاف ديال الحوايج، يعني بقات له حاجه اخرى خصو يبدلها، خصو يبدل المراه؟ لا خويا، هذيك راه داك السيده، هذيك السيده راه بدات معاك من الزيرو. راه كانت السيده هذا راه كان حط عليها عينو ملي كانت مازال عاد كتقرا، راه مازال كانت ما جابت حتى الباك، كانت مازال ما دوزاتوش. من بعد ما جابت الباك تزوجت معاه، ودابا ولدت معاه ثلاثه ديال الاولاد. وشوف دابا يعني مسكينه مرضها خرج لها على الصحه ديالها، دابا ما بقى بها ما يدار، خصها تخرج هذيك السيده تمشي عند والديها، وهي هي وقفت ضد ديال عائلتها باش تدي هاد السيد هذا، ووقفت معاه وكافحت معاه وكانت تدير الكريدي على حسابه. ودابا اللي دار لاباس يعني سمح فيها وقال لها باي باي، يعني ما بقيتش محتاجك فهاد الساعه. انا بصراحه خاطري درني، ما عرفتش راه الريق ديالي كينشف لي من حيت درني الخاطر ديالي على هاد السيده هادي. وكانت غير المشكل كانت غير شي بنت اللي ماشي زوينه، ولا شي بنت اللي ماشي بنت دارهم، بنت اللي عمرها سلعه نعرفها، ما كنعرفش عليها بزاف، ولكن كنعرفها بحكم هاد السيده هادي. كنت كنمشي مع راجلي وكنتلاقاوها هي وراجلها وكنخرجوا، يعني ما كانش عندهم حتى شي مشكل، غرام ديال المشكل ما كانش عندهم، كانوا عايشين مزيان. ولكن علاش ملي كتشوف وحده اخرى على برا كتبان لك فيها وكتنسى اللي عندك في الدار، اللي هي يا ساندتك بزاف ديال الحوايج، تلات لك في امك، تلات لك في خوتك، حيداتك من بزاف ديال الحوايج، نقصتهم عليك. ومني وليت لاباس عليك جيت بسهوله وتقول لها بنت الناس انا هادشي اللي كتب بيناتنا، يعني الاولاد غادي يكبروا الله يعاوننا ويعاونك. انا بصراحه الشكل بحال ديال الرجال بحال هكا راه ما كنحملوش، ولا يكون حتى ديال العيالات. يعني الواحد راه ما خصوش يخون الامانه. الانسان اللي ما كيتزوج راه كيتزوج قدام الله سبحانه وتعالى، قبل ما كيتزوج قدام البشر اللي هو بالنسبه للوالدين، بالنسبه للعائلات، بالنسبه للمدينه اللي كتكون فيها، راه قدام ربي كتشوف راسك شنو كدير حاجه خايبه.
اول حاجه كتخرج للزنقه كتمشي مع السيده في الحرم، ثاني حاجه ديك السيده اللي كتهرس لها المعنويات ديالها. يعني انا بصراحه هاد السيده دي توقفت مع هاد السيد ودرت معاه اكثر من مزيان، وبقى فيا الحال علاش دار معاها هكا شي حاجه ماشي مزيانه ماشي مزيانه. انا كنخلي هاد الاوديو، راني معصبه شويه والله العظيم، ما رانيش مزيانه من جهتها. المهم انا هادي يعني هاد السيده هادي بقات فيا بزاف، وبقاو فيا الوليدات اكثر منهم هما بجوج، بقاو فيا الاولاد اللي باقيين صغار. يعني الاولاد صغار شحال عندهم داك 6 سنين ولا 7 سنين، يعني محتاجين لامهم، باقي محتاجين لامهم اللي توكلهم تنوضهم يمشوا للمدرسه دوش لهم، يعني بزاف ديال الحوايج. يعني ما غتجيب انت هاد السيده اخرى واش غادي دير لك لولادك هكاك؟ علاش هاد الرجال ديال اليوم ما كيفكروش مزيان؟ علاش ما كيفكروش مزيان غير كيخلطوا وكيصدموا؟ علاش ولا المجتمع ديالنا عامر غير بالخيانه؟ علاش ولاو الناس كتبان لهم الزنقه احلى من الدار؟ علاش؟ واش ديك السيده البارح اللي ماديتها كانت كتبان لك بلي بنت الناس، اليوم ما بقاتش بنت الناس؟ والمشكل فوقات هذا كله كتقول لي هاد السيده بلي انا راجلي كنحلف وكنقول له يحلف لي اللي درت لك شي حاجه، كيقول لها ما فيك حتى شي حاجه خايبه، انا غير بغيت نتزوج وصافي. والمشكله اللي كراف اللي فضيحه هي ماشي غير بغى يتزوج بها، هو راه كيخرج معاها مده هذه مده عام ولا اكثر. السيد كيخرج ما كيخلي حتى شي، هو في كازا هو في كادير هو، يعني ما كيخلي حتى شي مدينه في المغرب معاها. علاش هاد البنات اليوم لما كيعرفوا واحد السيد مجوج كيمشيو لصقوا فيه وكيعرفوا بلي عنده بنت الناس في الدار وعنده وليدات وعنده، علاش البنات بلي واش نتوما ما عندكمش كرامه؟ ما كتحسوش؟ قال كم تدون تدان، يعني كما كتمشي معاه غادي تجي وحده اخرى وغتديه لك وغتمشي معاه. بنات اليوم ما عندهمش الكرامه، بقاو بلا كرامه. والرجال كاينين منهم اللي ولاد الناس اللي عمرها سلعه، ولكن كاينين منهم اللي الله يهديهم وخلاص. يعني الراجل ما كتبلش شي وحده سي نورمال، ديك السيده كانت حتى هي مزيانه وكانت انت اللي خرجت عليها. ديك الانسان اللي كتبغيها تشوفها في الزنقه ديرها في مرتك، كسيها شري لها مكياج خرجها على داك الانسان، صاف كتولي بريمي، ما كتعمر المراه ما كتبريما. ولكن نتوما الرجال اللي كتجعلوا المراه تبريما، نتوما الرجال اللي كتخليوا المراه تولي ما صالحه حتى لشي حاجه من حيث النفسيه ديال المراه. لما كتعيا راه ما كتبقاش تقدر تعطي الراجل شي حاجه، لما كيبدا يعايرها، لما كيبدا يقول لها ولا انت ما بقيتي صالحه والو، انت هادي. انا ما بقدرش نزيد نهضر من حيت بغيت نخلي غير هاد الفيديو صغير هكا غير على حساب داك السيده، من حيت ضرني خاطري بزاف بزاف بزاف، والله ما قدرت نزيد نصبر من حيت خاطري ضرني عليها. وبقاو فيا الولاد كتر من كل شيء، القصه فيها الولاد صغار. انا كنتمنى ربي يهديه ويرجع يشوف راه مرتو احسن من كل حاجه اللي بالنسبه للحياه ديالو. راه المراه الاولانيه ومت ولادو راه هي حياته، ولكن خليه غادي يجي واحد الوقت اللي غادي يلقى راسو سيتروطا لفات الفوت. خليه اللي في يدو غادي تلقها، واللي في الزنقه غادي يشدها، ولكن غادي يجي واحد الوقت اللي غتسمح فيه وتخليه وغيلقى راسو ضايع. انا راه خاطري بقى فيا على هاد السيده هادي بزاف بزاف والله. تقوا الله في عيالاتكم، تقوا الله في عيالاتكم، غدا يوم القيامه غتحاسبوا عليهم والله، غتحاسبوا على عيالاتكم. راه لما كتزوج مع المراه كدير معها الكغيط كتولي مسؤول عليها حتى النهار اللي ربي يدير روحك ولا يدير روحها. لا اله الا الله محمد رسول الله معكم. والله انا حري العجب، ولا كل شيء كيفسد، كل شيء كيخون، كل شيء. الله يهديكم الله يهديكم والله الله يهديكم. انا ما قدرت نصبر على هاد السيده هادي نشوفها هكا، والله راه قطعت لي قلبي، راه ما نعستش كاع الليل كامل. ربي يهديكم، لا حول ولا قوه الا بالله. بصراحة شي حوايج ولينا كنشوفوهم في بلادنا، راه الكور ما دايرين هاد الفضيحة اللي دايرينها نتوما في المغرب. والله كل واحد فين كيفسد، كل واحد فين كيخون في مرتو، كل واحد فين كيكذب وكذا. تقوا ربي، راه غدا روحكم غتمشيو ما تلقاو باش تخلصوا عند الله سبحانه وتعالى، غتخلصوا كلشي من الجسم ديالكم. راه اليوم ليك وغدا عليك. الله يهديكم الله يهديكم. لا البنات، هاد البنات اللي طالعين اللي كي اللي الظاهره اللي ولات كاتاستروف، ولات واحد الدائره سبابا اللي ولات البنات كيعشقوا في الرجال الكبار، والولاد صغار كيعشقوا في العيالات الكبار.
حنا ولينا كنشوفوا هادشي هذا ماشي العكس، ماشي العكس ديال الحياه، ماشي العكس ديال هاد الدنيا اللي رحنا عايشين فيها. راه ضيق قدك، قالك البس قدك، البس بحال قدك يواتيك. اللي الرجال ولاو كيتعلقوا في العيالات الشارفات، والبنات كيتعلقوا في الرجال الشارفين. راه كل واحد يقلب على لاطاي اللي كيلبسها. انا تعصبت والله العظيم، ما كرهتش نخرج لهاد السيد هذا من هاد الفيديو هذا. والله تقوا ربي في عيالاتكم، تقوا ربي في عيالاتكم، والله العظيم تقوا ربي في عيالاتكم. راه نتوما اللي غادي تخلصوا عليهم غدا، نتوما اللي غادي تخلصوا الثمن يوم القيامه، غادي تحاسبوا على اي حاجه درتوها معاهم. راه الانسان كيلقى بنت الناس وكيحاول يفرط فيها، ولكن غادي يجي واحد النهار اللي غيندم وغيكون ندم ما غينفع حتى فشي حاجه. وشكرا وسمحوا لي الا راني كنت معصبه في هذا الفيديو هذا، من حيت هذيك السيده راه بكاتني البارح، وراه الليل كله ما نعشتش بصراحه. انا كان ننصح اي بنت بغات تعلق بشي واحد وتسوق الخبر باللي راه مجوج، تخلي عليها في الثقه وتبعد عليه، من حيت راه غادي تضرو، وهي غتحاسب على داك الوليدات، وتحاسب حتى على داك السيده اللي بكاتها وجرحتها. وانتم الرجال تقوا ربي في عيالاتكم، خافوا الله، خافوا الله، راه غتخلصوا، والله غير غتخلصوا. والسلام عليكم. انا راني معصبه والله العظيم، درني خاطري على هاد السيده. يلا شكرا بزاف 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 بزاف، وسمحوا لي الا تعصبت عليكم. انا غير بغيت المغرب يولي مزيان، ما يبقاش فيه هادشي. راه بزاف كثره كثره كثير كثير هادشي، الدائره ولات كاتاستروف ولا هادشي هذا كيخلع. المهم سمحوا لي، والسلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى يكون حال احسن من حال ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم.